اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي هنبتدي اولى فقراتنا الحواريه في هذا الصباح، هنستعرض فيها ابرز العناوين والموضوعات اللي تصدرت صحافه القاهره الصادره صباح هذا اليوم. هنتناولها بالتعليق والتحليل مع احد كبار الصحفيين الاستاذ حمدي حنضل مدير تحرير صحيفه الجمهوريه. استاذ حمدي صباح الخير، اهلا بكم. اهلا بك استاذ شهاب واهلا بكل. لو ابتدينا اولا من صحيفه الاهرام مشاهدينا الكرام وعلى صدر صفحتها الاولى، خلال اجتماع برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين مواجهة احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، السيسي يبحث توفير احتياجات المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق. يعني في اجتماع امبارح أستاذ حمدي في أكثر من محور تم التطرق إليها في اجتماع رئيس السيسي مع المسؤولين، أبرز هذه الموضوعات وأهمية متابعة الرئيس السيسي لهذه الموضوعات بشكل دوري ومستمر. يعني احنا لما نشوف تشكيلة الاجتماع هنلاقي رئيس الوزراء، هنلاقي محافظ البنك المركزي، هنلاقي وزراء الداخلية والعدل والتموين، وهنلاقي وزير المالية معهم، وهنلاقي كمان رئيس المخابرات العامة، وهنلاقي معاه رئيس هيئة الرقابة الإدارية. هذه التكوينة بتدي مؤشر لقيمة وأهمية المحاور اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليها، إنه في مجال يعني الرئيس في مجال مثلا التموين اهتم بثلاث حاجات: توفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، نمرة اتنين تشديد الرقابة على الأسواق، وهو هنا بيتكلم بلسان المواطن اللي حاسس في كتير جدا جدا من المناطق أن الرقابة تكاد تكون غائبة. الرئيس اتكلم على منظومة الخبز وازاي انها لابد من الالتزام بهذه المنظومة بشكل جيد، وتقليل مساحات الفساد في هذه المنظومة او الخلل اللي ممكن يؤدي الى اهدار. انت عارف ان الخبز بيساخد مننا مليارات الجنيهات من الدعم، فلما يعني كلما قللت مساحة الفساد في هذا المجال كلما استفاد المواطن وكل ما الميزانية العامة تحسنت، لانه بتخفف من هذا النزف المستمر. طيب ده في مجال السلع وفي مجال التموين. في مجال الاقتصاد الرئيس اهتم بانه يتابع حاجتين، يتابع سعر الصرف، واحنا ملاحظين انه هناك يعني شبه استقرار للدولار دلوقتي عند 17 جنيه و60 قرش خلال الفترة اللي فاتت، وده مؤشر كويس جدا. انت عارف انه كان وصل الى 20 وكان بيحاول انه يقفز على ال 20 ويتجاوزه، النهارده لما بيوصل الى هذا المستوى ده معناه ان انت يعني معدلاتك او الإدارة المالية بتاعتك إدارة جيدة، اللي هي المحفظة المالية بتاعتك انت بتديرها بشكل جيد. تمام. الجانب الاقتصادي برضو انك انت عندك تحسن بشهادة المؤسسات الدولية، عندك المؤسسة ستاندرد عملت حولتك من او نقلتك من مستقر الى ايجابي، ودي مؤسسة ذات ثقل عالمي ولها احترامها الدولي. صندوق النقد الدولي اشاد بالاصلاحات اللي انت بتعملها رغم قسوتها على كثير من الناس، انما مع جهد الدولة او الحكومة في تحقيق بعض العدالة الاجتماعية من ناحية اللي هي زيادة المخصصات الخاصة بالفقراء ومحدود الدخل وشديد الفقر وكذا، كل دي بتحاول انها تقلل من حجم الضغط على الفقراء في هذا الإصلاح. تمام. الحاجة الثالثة اللي هي توصيات مؤتمر منتدى الشباب، ان الرئيس مش عاوز منتدى الشباب يبقى مجرد يعني مولد وانفض بدون عوائد، لا الرئيس عاوز يستثمر كل دقيقة تمت في هذا الملتقى، كل توصية الشباب قالوها، بحيث ان دي تصب في النهاية ان الشباب يحس ان توصياته لم تذهب سدى وان مشاركاته لم تذهب بعيدا عن الهدف المنشود. الحاجة الرابعة عملية نقل الموظفين، ودي المفروض ان هي بيتحضر لها من دلوقتي، يتحضر لهم المساكن المناسبة لأولياء الموظفين هتبقى فين بالنسبة للوزارات بتاعتهم، ممكن حتى كمان ثمن هذه الشقق بالنسبة لهم هتبقى ايه، نظام شغلها ازاي، الكلام ده كله بيبحث بشكل متعمق بحيث ان لم يتم عمل هذه اما يتم نقل هذه الوزارات بالفعل بعد سنه بعد اثنين حسب ما البرنامج الزمني بتاعها، اعتقد ان خلال سنتين هيتم نقل هذه بعض الوزارات الى العاصمه الاداريه الجديده، عندئذ يكون كل شيء يعني جاهز، ما نفاجئش بان احنا زي ما يكون لسه بنبتدي من اول السطر. تمام.
طيب نروح لموضوع ثاني مشاهدينا الكرام، ولكن هذه المرة من الصفحة الخامسة في صحيفة الأخبار. شكري يبحث مع أمير الكويت وولي عهد أبو ظبي تطورات الأوضاع في المنطقة. وزير الخارجية: ندعو لحل النزاعات سلميا والتضامن العربي صمام الأمان. يعني إيه أبرز الموضوعات اللي استدعت وزير الخارجية للقيام بهذه الجولة الخليجية وبالإضافة إلى كده الأردن؟ نعم، خليني أقول لحضرتك إحنا بنعيش فترة صعبة جدا، العالم العربي يعيش فترة صعبة جدا. هذه الفترة يعني بنعيش على صفيح مش ساخن، ملتهب للغاية. الموقف اللي موجود في المنطقة والتدخل الإيراني الشديد في الشأن العربي سواء كان في العراق أو في سوريا أو في اليمن، التدخل حزب الله بشكل خرج عن دائرة أن يكون حزبا سياسيا زي أي حزب سياسي في العالم إلى أن يكون دولة داخل الدولة له سياسة خاصة به، له توجهات خاصة به، له مشاركاته خارج الحدود الدولية للبنان إلى في سوريا باللي موجود مع الحوثيين في اليمن موجود. ثم هذا الصاروخ الأعمى اللي طلع الباليستي اللي خرج اللي أطلقه الحوثيين على مطار الرياض في السعودية، وده يمثل يعني عدوان صارخ على الرياض وبيمثل نقلة نوعية في المواجهة. النهاردة مصر في ظل هذا الاشتعال طبعا بالإضافة إلى ما تابع ذلك من استقالة سعد الحريري اللي أعلنها من السعودية على أساس احتجاجا على هذا التمادي غير يعني المعهود دوليا بالنسبة لدولة زي إيران في الشأن اللبناني، وحزب الله وحدود ما يقوم به داخل لبنان وخارج لبنان. هنا الوضع ده كله استدعى أنه الرئيس السيسي شاف أن هذا الوضع الساخن الملتهب ينذر بمواجهات سيكون لها أثار مدمرة على المنطقة كلها، مش حد حينجو من هذه الأثار المدمرة. حتى انت في مصر حتجني أثار صعبة جدا لو حصل حريقة في المنطقة، لو الدنيا دي ولعت وحصل حرب في مع إيران، لو حصل حرب في لبنان بالوكالة ولبنان شيء، كل ما شئت كل العالم بيلعب على الأرض اللبنانية للأسف الشديد. وهؤلاء الفرقاء اللبنانيين النهاردة حسوا بجدية الخطر. النهاردة المطران الماروني موجود في السعودية عشان يقابل الملك سلمان ويقابل ولي العهد محمد ابن سلمان علشان يتكلم في شأن اللبناني وعودة، وطبعا هيقابل سعد الحريري عشان يهيئوا الأوضاع شوية. الرئيس عون في لبنان بيتكلم على انه الحملة اللي قادها علشان عودة سعد الحريري وعدوله عن الاستقالة ممكن تكون لها أثار إيجابية وانه الجو في لبنان يهدى. النهاردة مصر مع تهدئة الأوضاع في هذه المنطقة الملتهبة من العالم، وزي ما الرئيس قال بمنتهى الوضوح احنا مش ناقصين، يعني المنطقة صحيح. مش ناقصة معارك، مش ناقصة مشاكل، مش ناقصة حروب، كفاية علينا كده. بس احنا في نفس الوقت، والكلام اللي السيد الرئيس لما قال الكلام ده حذر من انه الاعتداء على الأمن الخليجي هو اعتداء على الأمن القومي المصري، لأن الأمن الخليجي هو جزء من الأمن القومي المصري. إذن الرئيس عندما يرسل الرئيس الوزير الخارجية إلى 6 دول عربية، مؤدى هذا أنه يسعى إلى تهدئة الأوضاع. خلي بالك أن يوم الحد اللي جاي كمان في جامعة الدول العربية هتعقد مؤتمر وزراء الخارجية بناء على طلب المملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإيراني على المتغلغل في الدول، أو الدول الإيراني المتغلغل في الدول العربية، وأيضا حزب الله الذي يعني خرج عن كونه حزبا سياسيا إلى كونه دولة داخل الدولة. من هنا أعتقد أنه حيبقى فيه نوع من أنواع الحوار العربي. إحنا بنسعى للحوار، يعني بنسعى للتهدئة، مش بنحاول يعني ما بنعليش رتم المواجهة. نستطيع إن شاء الله نقول أن جولة سامح شكري هتستطيع نزع فتيل أي أزمة ربما تشتعل في المنطقة خلال الفترة المقبلة؟ شوف، ربنا يوفق في أن احنا نوصل لده، إنما الأوضاع يعني بتتسارع بشكل كبير. قوة دولية بتزق
قوة إقليمية للصراع والمواجهة، وإحنا مش عاوزين نكون مخلب قط الحد، إحنا عاوزين نكون ناس بنعمل الكلام اللي تمليه علينا المصلحة بتاعت بلدنا. مصر خدت هذا القرار من بدري وقالت أنا مش مع التصعيد وأنا مع التهدئة من أجل صالح شعوب هذه المنطقة كلها ومن بينها طبعا الشعب المصري، وفي نفس الوقت إحنا حريصين على أمن الخليج. خلينا نرجع ليه صحيفة الأهرام مشاهدينا الكرام ونتابع موضوع ذات أهمية خاصة لمصر. بعد 17 جولة من المفاوضات وزير الري لا توافق فنيا حول سد النهضة حتى الآن. شيء مؤسف يا أستاذ شهاب أنه يعني يدفع أو تدفع دول حوض النيل إلى يعني عملية مواجهة، حتى لو كانت مواجهة سياسية، حتى لو كانت مواجهة فنية، احنا مش عاوزين ده. احنا كنا نتمنى ان الامور تمشي بين دول حوض النيل على نحو اكثر عقلانية واكثر حنكة واكثر دبلوماسية واكثر سياسة. المشكلة انه في دول بتلعب حواليك وبتلعب في المنطقة برضه. يعني النهاردة مثلا نتكلم بوضوح، الرئيس الوزراء الاثيوبي بعد فشل المفاوضات بتاعة الجولة 17 اللي كانت في القاهرة راح الى الدوحة. راح الدوحة ليه؟ عشان يقبض الثمن ببساطة. قبل الاجتماع ده كان وزير المالية القطري برضو القطري بن قوسين كان في السودان، وعشان مشاريع مشتركة وعشان ايه طبعا كل ده. والنهاردة الموقف اثيوبيا والسودان في الموضوع ده في الجولة دي كان موقف شبه واحد، وللأسف شديد رغم ان الموقف ده ضد مصلحة السودان كدولة مصب، الا ان السودان ما تعرفش ليه السودان بياخد هذا الموقف غير الواضح تجاه هذا الموضوع. النهاردة انت بتتكلم على حقوق تاريخية تحمي مصالح مصر وتحمي مصالح السودان، للأسف شديد السودان مش معاك في هذا الخط. انت بتتكلم على ضرورات فنية منها ملء السد والضمانات الفنية والتقرير اللي عامله المكتب الاستشاري الفرنسي اللي الثلاث دول متوافقين عليه. هم دلوقتي بيحاولوا يتنصلوا من الالتزامات الفنية في هذا التقرير، وبيحاولوا الاثنين يعملوا تعديلات تجهض هذا التقرير الفني اللي بيتكلم على الاضرار اللي بتتعلق بدوله المصب. شوف انا بقول لحضرتك ان نحن نعيش في منطقه بالغه السخونه، وجزء من السخونه ان هو دلوقتي بيقفل قدامك سكك الحوار النهارده بينك وبين اثيوبيا. طيب هل في سبيل للتصعيد؟ التصعيد مش هيكون الا من الجانب السياسي، اعتقد انه المتاح لمصر هو الجانب الفني. مزيد من الحوار او في التصور ان يكون هناك لقاء رئاسي على مستوى رؤساء الدول الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا، او البديل الاخر اللي احنا بنحاول نهدى فيه اللجوء اليه وهو اللجوء الى مجلس الامن، خاصه انه ما تقوم به اثيوبيا مخالف لكثير من القوانين وقواعد القانون الدولي. استمرار فشل جولات المفاوضات نفهم من كده ان اثيوبيا بتلعب على كسب الوقت حتى تنتهي من سد النهضه وتملا يعني هنا بقى يعني المفاوضات دي هتكون مفاوضات الى ما لا نهايه، ولا المفروض هنا في تعنت المصري او المفاوض المصري يضع جدول زمني محدد لهذا؟ الجانب الفني سيادتك واضح ان وزير الري يعني رفع ايده وقال انا لغايه كده الجوانب الفنيه انا مش قادر اخلص من الجوانب الفنيه، فاحنا عايزين تدخل رئاسي، عايزين تدخل سياسي، عايزين مسار سياسي، وده اللي برضه الجانب الاثيوبي والجانب السوداني بيتلكعوا فيه. هو عاوز يقول لك لازم ننقل الموضوع الى دائره سياسيه علشان يبقى في حل. انت النهارده كل الحلول اللي انت بتلجا ليها طبعا استبعاد تماما لاي حل عسكري، احنا مش عمرنا ما هنعمل ده مع اخواننا في افريقيا، لان احنا يعني اتعلمنا كتير من التجارب السابقه ان كلما دعمنا افريقيا كل ما كان ده لصالحنا، احنا مش هنعمل ده ضد افريقيا، ولكن احنا عايزين حقنا، عايزين دفاعا عن حقوقنا التاريخيه في المياه ودفاعا عن مستقبل اولادنا اللي ما يهددهمش اي خلل في الجوانب الفنيه في هذا السد. طيب خلينا نرجع لصحيفه الاخبار مره ثانيه مشاهدينا الكرام ونتابع موضوع اخر، مناقشات مهمه في اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي. المستثمرون يطالبون بالترويج لمزايا الاستثمار في مصر عالميا والاهتمام بالصعيد. الفريق مهاب مميش يقول هدفنا تحويل منطقة قناة السويس إلى قبلة المستثمرين الأولى عالميا. نعم،
مصر عملت خلال الفتره اللي فاتت يعني استاذ شهاب اجراءات كثيره من شانها ان هي تحمي الاستثمار وتجعل مصر دوله جاذبه للاستثمار حقيقي. الرئيس في كل جولاته وفي كل زياراته للدول بره دائما وابدا بحاطط المستثمرين ورجال الاعمال ضمن جدول اعماله علشان يتكلم عن الاستثمار في مصر ويتكلم على ان مصر بيئه اصبحت اكثر جذبا للاستثمار. الواقع للاسف شديد استاذ شهاب بيقول انه ويمكن احدى الصحف النهاردة أشارت إلى ده أنه المناطق الصناعية بتاعتنا بتعاني كثيرا من الإهمال، المناطق الصناعية بتاعتنا كثيرا من البنية التحتية بتاعتها مهترئة، الإجراءات لا تزال إصرار الموظفين لا يزالوا يعبثون بالاستثمار والمستثمرين، أدى ذلك إلى هروب وده اللي أشارت إليه إحدى الصحف النهاردة أعتقد الوطن، إلى هروب بعض المستثمرين من مصر إلى دول أخرى زي أثيوبيا وزي كينيا، رغم إن إحنا عالميا خدنا اعلى درجات او الامان التي يمكن ان يتمناها اي مستثمر في العالم، ومصر معروفه عالميا بانها الاعلى في عوائد الاستثمار بتاعتها، وبالتالي انت المفروض تجني ثمار ده انك تلاقي فعلا جو احسن من ده. النهارده المستثمرين بيتكلموا على انه لابد من الترويج لما زال الاستثمار في العالم بالنسبه للجانب المصري، لان لا تزال هناك الاجهزه المعنيه بذلك لا تزال مقصره في هذا الترويج. بس الاهم من الترويج برضه لما المستثمر يجي ما يلاقيش معوقات وما يلاقيش مشاكل وخد علينا بكره يا سيد، لسه برضه للاسف ناس عندنا مؤمنه بهذه العقليه. تمام، طيب خلينا نروح لصحيفة الوطن أستاذ حمدي ونطالع منها التعليم مناهج جديدة للدبلومات لربط الخريجين بسوق العمل، الجيوش يقول إقرار تخصصات جديدة مثل الطاقة المتجددة والشمسية وتطبيقها على المدارس في الخمس سنوات أو مدارس الخمس سنوات. نعم، اتجاه كويس جدا، واحنا للاسف قاعدين كل مره بنتكلم هذا الكلام من بقالنا 200 سنه بنتكلم على ربط التعليم بالسوق المحلي، ربط التعليم باحتياجات المجتمع، ربط التعليم باحتياجات الصناعه، قاعدين بنتكلم في الكلام ده كله، وللاسف شديد النتيجه زي ما انت شايف بطاله رهيبه جدا في حمله الدبلومات الفنيه وما عندناش. فاحنا عايزين النهارده الكلام ده يترجم الى كلام صحيح، احنا عندنا امكانيات كبيره جدا يا استاذ شهاب في المدارس الحكوميه، في المدارس الصناعيه والمدارس الفنيه، عندنا سواء كان 3 سنين او 5 سنين عندنا امكانيات واسعه جدا. عايزين نربط الطلبه بالمصانع اللي موجوده في منطقتهم، انت عندك في المنوفيه مثلا في منطقه صناعيه وفي منطقه حره وفي منطقه سادات، اربط الطلبه بتوعك على وزعهم على هذه المصانع يتدربوا ويتعلموا، واللي يبرز منهم هيلاقي فرصه تعيين في هذا المكان، يبقى انت امتصيت جزء من البطاله وعملت نوع من الارتقاء في هذه الصناعه. خلينا نروح لصحيفه المصري اليوم استاذ حمدي ونطالع منها، الرئيس في كفر الشيخ قريبا لافتتاح اكبر مزرعه سمكيه في الشرق الأوسط، نصر تقول طاقتها الإنتاجية حوالي 2750 طن من الأسماك وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر. هو معلش هو نصر هنا يقصد السيد نصر اللي هو اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ. لانه الحقيقه هو مهتم جدا بهذا الامر طبعا، لانه بركه غليون ومزرعه بركه غليون دي الاولى على منطقه الشرق الاوسط، هتنعمل على اكثر من مرحله، في المرحله الاولانيه هو يبقى فيها مثل هذا العدد الضخم من او الانتاج الضخم يعني طن. انتاج ضخم من الاسماك مع الاكتمال، وطبعا ده من شأنها برضو ان هي بتخلق فرص كبيره للتصنيع الاسماك، يعني ما يبقاش مجرد انك بتنتج اسماك وتصدرها، لا ده يبقى في كمان للتصنيع السمكي، صناعه الشباك، صناعه القوارب، صناعه كل الصناعات القائمه على الاسماك. عندك كمان فرصه لتعيين كثير من الخريجين المتعطلين في هذه المنطقه لانها منطقه برضه محتاجه نهضه ومحتاجه شغل كتير، والحقيقه فيها مجهود كبير جدا بيتم. الحقيقه ان الرئيس لما يروح هذه المزرعه ويفتتحها هتبقى فاتحه خير لمصر، خاصه ان دي مرتبطه كمان بالارتقاء وتطهير منطقه بحيره البرولوس والتعظيم انتاجها، بحيث ان انت كمان مع بتوازي مع البحيرات الاخرى يبقى عندك انتاج سمك كويس، مع تنميه الشواطئ بتاعتك بامتداد 1000 كيلو هنا و1000 كيلو هنا على يعني البحر الاحمر والبحر الابيض، اعتقد ان انت في يعني هتلاقي يعني مع شويه جديه وتقليل الفساد هنلاقي انتاج سمكي عالي جدا في مصر. ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل المشروعات اللي بتحدث على ارض مصر. استاذ حمدي حنظل مدير تحرير صحيفه الجمهوريه، شرفتنا وصباحك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معكم لحد الساعة 10 الصبح بعد الفاصل، موجز لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة شيرلي حديد.